الجولة الترجية بطل لإفريقيا بطل للقارة السمراء. بدأ الترجي الرياضي التونسي موسمه رقم 100 بأفضل الطرق بعد الفوز بدوري الأبطال وأمام غريمه التقليدي الأهلي المصري. أعطيه بدري، أعطيه بدري، أعطيه بدري، أضرب يا بدري إليه، إليه، الهدف الثالث. هذا الفوز جعل الفريق ينطلق كأفضل ما يكون في هذا الموسم الرمزي، والذي يحتفل خلاله النادي بمئويته. غالية في سمائك يا رادس، عالية غالية في سمائك يا تونس، تحت كل سماء وفوق الأرض، الترجي هز الأرض وحقق دوري أبطال إفريقيا. شيخ الأندية التونسية كان في زيارة للدوحة في أواخر شهر آذار مارس الماضي للمنافسة على لقبين جديدين هما كأسي السوبر الإفريقي والتونسي. وكان الاستقبال في مطار حمد الدولي بالدوحة من جماهير الترجي المقيمة بقطر رائع للغاية. قداش من مرة يقولون معناها اللي خليت الحباية في قطر السنة وخينا، والحقيقة ماهوش جديد على أي خلية من خلايا الإسبيرانس. ديجا معناها شفته في باريس الاحتفالات، شفته في كوب دي موند في الإمارات معناها فرحوا بينا بالكدا، كيف كيف البارح في قطر. الحقيقة ماهوش قاصرين الكل، معناها حاجة تشرف، حاجة تفرح برشا، حاجة تخليك فخور بانتمائك للنادي الكبير هذا. نعرف الجمهور الترجي موجودة في كل أنحاء العالم، خاصة في البلدان الخليجية وفي قطر، حاجة تشرفنا برشا وتمسنا برشا. لعبنا كأس العالم الأندية في الإمارات، كان استقبال جماهيري كبير، كيف في المرة هذه كان استقبال كبير برشا، حاجة معناتها تفرح أي لاعب وأي مسؤول وأي واحد كان موجود معناتها في الوقت الترجي التونسي يلقى حاجة كيما هكاك. بيرسونالمون ما كنتش نستنى في هذه المفاجأة تاع البوبليك، وين لا بريمير فوا تاعي ندير فواياج هكا وين تكون عندنا فينال، دونك التجربة هذه ما لا بريمير فوا تاعي ما كنتش نستنى فيها، وين غير خرجت ديجا أنا خرجت الأول شفت هذاك البوبليك وين لحمت شو كي تجي تشوف وإن شاء الله ما نخيبوهمش. منذ اليوم الأول بمقر إقامتهم بالدوحة انبهر الجميع بالظروف المتاحة لهم في قطر من خلال الإقامة أو ملاعب التدريب بياسباير والتي كانت على مقربة من مقر إقامتهم. جري شيء من وراء العقل، معنا اللي شفته البارح وتيرانيات وشيء الموجود، ما استغربتش علاش قطر هزت كاس آسيا آخر مرة، معنا يخدموا في خدمة كبيرة يستنى فيهم كوب دو موند، حاجة كما قلت لك من وراء العقل، معنا ناس تخدم في خدمة كبيرة وناس ناس وصلت الحاجات مستحيل توصلها بلدان أخرى بصراحة. فور ان بروميير بالنسبة لي أنا سامع برشا كلام على الانفراستركتور وكل شيء. وحاجة
حاجة مش غريبة معنا على قطر وعلى بلدان الخليج معنا بصفة عامة. عندهم تيرانات باهيين, عندهم ديفستير, عندهم معنا لاهين بالكرة, ينفستير في الكرة وذلك علاش تقدموا معنا. ومش بالصدفة بتشوف المنتخب قطر هو الهز كأس آسيا الأخرى معنا, عبيد قاعدة تخدم لها برشا وقاعدين يعرفوا شنو يعملوا, مركزين بالكده بالكده على الكرة. رغم وصولهم إلى قطر منذ ساعات فقط, كان لوفد الترجي زيارات عديدة في النزل من عائلة الترجي من لاعبين سابقين وإطارات بدنية وفنية سابقة, والتي جاءت للإطمئنان على أبناء الفريق. الجميع في وفد الترجي ارتاح لهذا الاهتمام من أفراد النادي المقيمين بالدوحة, وخاصة زيارة اللاعب والمسير السابق طارق ذياب والتي كان لها وقع خاص. شرف لينا نحن اللي السيد طارق ذياب بيجي, وهذا ماهوش غريب. معنا نتصور حبه للترجي حتى كان يبدا بعيد على تونس ولا على اجواء الترجي, عبد كي يحب الترجي ولبس وتقمص مع الترجي, وكان معنا في بعض الاعوام انسامبول الترجيين الكل. مش غريب عليه, حتى تصور في تونس وكل شيء نتصور ديما يتبع ويسأل وكل شيء كيف تشوف معناتها. هو البارح قال لي كلمه وقت اللي جينا, قال لي نوزل ليسبيرونس خايبه كيف اسبوار ولا جونيور, معناتها تلمون معناتها ليكيب جون وبريسك عامله دي ريزولتا ياسر ياسر مزيانه معناتها في الموسم الاوايا. نتصور يزيدك موتيفاسيون بيان سور باش تقابل اللاعب وفي خيمة طارق ذياب معناتها باش ديما باش تقابل سورتو والجمعيه, وكان فاز معناتها بالالقاب مع الترجي. هذه حاجة ماشي غريبة عليه, أنا كما نقولوا إمبراطور الكرة في تونس, البالون دور الوحيدة اللي جابها لتونس, فخر كبير لينا طارق ذياب. ماشي أول مرة معناها نعرفه, كنا آخر عام عندي أنا هزينا كوب كان معنا موجود في ريال مدريد. التشجيعات كانت كبيرة من قبل ما نكون أنا البرومي أونترنور, كان في مناسبة قابلنا مع حتى مع سي حمدي, وحتى كانوا في نفس التفكير نفس التخمام تاعهم, وكانوا يشوفون النجم يكون برومي أونترنور. حاجة تشرف, حاجة ماهوش اللي يجي معنا إنسان يحلل في مباريات كبيرة في الشامبيونز ليج مع دي جوار كبار دي زونترنور كبار, دونك منجم يكون كان فرحان كي نلقى سوتيان كبير من عنده. وما تنساش زاد اليوم مكشخ معناها ولد الترجي وعطى برشا للترجي وكرة قدم التونسية. We'll be right back.
القرن الكرة الذهبية الإفريقية الوحيدة لتونس، أحد رموز الترجي الرياضي التونسي. طارق ذياب لم يكتفي بزيارة وفد الترجي إلى النزل، بل دعا مسؤولي الفريق بالإضافة إلى بعض زملاء بين سبورتس إلى مأدبة غداء، فرصة لم يشمل عائلة كرة القدم العربية رغم الأجواء المشحونة التي تطغى في بعض المناسبات على المواجهات بين فرقها. الشمس الشديدة في تونس تخسر ماتش هو جاهز يعاوننا يسخن شوي مرة يسوي إعلامي مشجع لا احنا خارجين نحبوا الكوما وانا ما عندي منقول معاك ليش ما كان مدافع معاك ان شاء الله اللي يضربوا معاك نلعبوا مره زي الاخضر دلوقتي ما بيلعبوا نلعبوا مره ضد نلعبوا مره ضد بوتريكس نلعبوا ضد سفيرس عقيد مقلقنا عقيد الله يرحمه كان يزيدوا كنترول 4 دقائق ويضربوا عقيد خرج بعد رجع حابين معناتها رئيس الجمعية بتاعنا حمد المدن سوريا بنور فهد سفير زي جمعة ومتريكة عددكم أولاد الدار أولادنا هذه هي ترجي ترجي عائلة عائلة موسعة جمهور لاعبين ومسؤولين هاك شفت رئيس النادي رئيس النادي ولد الجمعية لعب في الجمعية شرفنا وصلتوا معنا طبعا ايضا الزملاء الاعلاميين يعني الجزائر مش غريب على تونس الاخضر بدريش والصخره والجمعه ومحمد ابو تريكه فالترجي هي عائله كبيره وحتى خارج حدود تونس الله يعطيهم الصحه ذكرية قوة الترجي تلقى رجالة برضو في أنحاء العالم كله اليوم هنا في قطر تحشوا بينا ستة الإعلاميين الجمعة كمل آخر مباراة في نهاية 2012 وكان لمحادثة في الميدان مع يوسف المسافر استعرضناها معناها أبو تريكة كيفاش نلقى له قال رد بالك باش ما يزلش إي ما هو يوسف وقتها مضروب وزعما ينصح فيه قلت له ودي تقول له زعما سايس روحك وأنت هذاك تبع الخبرة في قلت له خلي بالك على نفسك بس بكل حسنية مش عشان خايف عليه والله مش عشان حاجة عادي كان ممكن يلعب ويبقى سليم 100% وما تكسبش برضه بس اهم حاجة صحته صح؟ لا لا طبعا كانت سلامته مهمة طبعا كان يوسف لعيب طبعا انسان طبعا سلامته كانت مهمة جدا وفي نفس الوقت برضه الترجي يتأثر يعني شوية أعطتوني فرصة أني أعود بالذاكرة إلى 93 حبيبي الحلاق أخويا 93 بطولة عربية شعر وبطولة عربية 93 في النص 94 أمم 94 كأس أمم أفريقيا فضحك تاريخ سيبوس تاريخ رياضة في الجيل كيف تاريخ شكل استلم تسجل شكرا في نفس التوقيت كانت مجموعة بمقر الإقامة للقيام بآخر الاستعدادات البدنية أيام قليلة قبل المواجهتين ضد الرجاء والبنزرتي. Oh, yeah.
في حين كان قائد الفريق خليل شمام يخضع لبرنامج تأهيلي خاص هو الذي سيغيب عن المواجهتين لأسباب صحية. ثم تحول الجميع إلى الملعب المجاور لإجراء الحصة التدريبية الأولى للفريق في الدوحة، حصة عشناها مع المدرب معين شعباني والذي كان مجهزا بميكروفونا حتى نعيش معه الحصة عن كثب. أوكي أيمن بريسيزيا أنا ما استحقش برشا قوة. هاي أيمن أوكي أبير كونتر أبير كوم علي أكسلير ميلا 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 هاي سيسار سيتري سام علي سموح صباح سامحة ورد بالك ما زالوا عنا نهارين ما توصليش للوجيعة نحبك تحس وجيعة أوكي. أنا نمبر دو جوار فما نشوفوا شكون اللي مثلا وصل سوي معين ويمشي مثل بليسور دونك هذاك رتحوه مع ستاف ميديكال. فما عنا دي جون جوار اللي لازم يكونوا موجودين معنا في لي زونترينمون مع انه كي تبدا ماهمش في الكومبيتيسيون معنا يهبطوا يهربوا مع السبار هذا كل شيء معناها تنسيق مع الإدارة الفنية. ثم إذا فما دي ماتش ورا بعضهم حضروا لي جوار اللي باش ياخذوا طونجو معين في الماتش هذايا الماتش اللي من بعده معناها ديما نحاولوا نبعدوا انه يكون جوار يلعب تروا ماتش دو سويت في جماعه باش نبعدوا ديما على لي بليسور الحمد لله. للاسف مخاوف مدرب معين شعباني تحققت فيما بعد خلال المباراه الاولى والذي تعرض خلالها سامح الدربالي الى الاصابه. سامو رولوس رولوس اكسلون Bien joué. Regarde. Deuxième fois à droite. Rodberg, Rodberg. Bien joué. Le passe Rodberg et Adam Tab. Trace. Esdresk. Aïe, tu es le rebond de l'adversaire. Ou t'as la deuxième balle, Hénèche, comme chez Khad. Aïe, c'est Alias, je suis au 7 en marquée. ايوا كي تيح دوزيام بال مسكين شكون وين ليكيليبر كوتي بالون طلع غيلان ايوا لاسيرونس تاعي وين لهنا تنجم تيح لك دوزيام بال تحط كونترول شوت مارك رودبيرك ما نبداش امبورتي كيف كيف غيلان ما راه حتى حد لا الكارديان لا ديفونسور لا حتى شيء اقل معناها اكثر حاجه تنجم تلقى الادفيرسير على الاقل واحد ضد واحد فهمت معناها وقت اللي باش تخلصها في دوزيام بوتو طولها اكثر ما يمكن. احنا اون باي سي باش نعملوا كل شيء باش نعطيو معنا ماش نخليو حتى شيء وزار اون باي سي دوني افون نخدموا معناها ليل ونهار باش نحاولوا نساعدوهم باقي التوفيق من عندنا باش ما يجيش نهار تقول يا ليتني ولا كان عملت هكا ولا كان قصرت لا ما نخليو حتى شيء للصدفه نعطيو معنا نقاتلوا من اجل ان ناخذوا نربحوا اكثر تيتروات والباقي على ربي ربي معنا ان شاء الله فرحان. سوتيان كوم 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 نرجع مارشان ايمن ديما حط في مخك عندك سوتيان ما تخافش اذا مسكره بلوكي سي با لا بين تمشي تفرسي بالسيف تتعدى عندك سوتيان نمشيو للشيره الاخرى اوكي لا توا كيما توا هو يجري معاك شفت وقت اللي تجري شنو فما لهنا فما توش الادفيرسير من هنا وكورتك في ساق اليسار كونترول اكستيريور وترجع ديما كورتك مخبيه ايمن هذاك الشيء يهمك فيه اخدم مع هذا استنى ستوب معز حط في كوان في اي كوان تحب عليه اوكي خلي غاد باه هلا هلا سي با غراف مش مشكل
هما زادين تشوكوليس تطلع لهذا اوكي ما عادش تخرج من هنا الاوبجيكتيف ما عادش تخرج من هنا الحقيقه اخترنا باش نجيبو جروب كامل مالوريزمون لو جون مصراتي ما كانش معنا لانه لسه تبعثت عندها اكثر من جمعتين تو 30 جوار الفول جيري كل واحد تعطي معناها دوز معينه نتاعو في الانترمون بيان ايفيدومون ما ننساوش اللي احنا 48 اور افون لو ماتش تو بار انتيريور بار انتيريور بار تساعد اوكي اون روفيان ديريير لا بال شفت المشكله وين سعد اخلط اوكي روفيان ديريير لا بال اوريون تيح سي اتاك لاكسيال سعد لاكسيال سعد كل واحد هذا فارغ اي بيان سبتوه انتوما مزروبين؟ لا بيتي سبقناهم جست من الاول وداخل ينفخ من الاول. بعد نهاية التدريب توجه الجميع إلى الفندق لنيل قسط من الراحة وكذلك للترفيه عن النفس بمواجهات أخرى بعد المواجهات على ملعب التدريب. شو سموها؟ زي السعد يا ربي صورنا يا زين في الشتكة مبابلين بتاع تاوس فريدك الصبورة كيف كيس الصخارة متاع سيامك أنا كم زين بك ربيع الصعب يدك وثلاثة مية على رأس خويا ياسين خويا خليه يفتح البركه هذا قيس لو قيس خوينا ميت البالي عندي يا انت كملونا بصاحبي كملونا صافي كملونا من التصويره ما جاتش مريك سي بوب دي يا با في اليوم الموالي بدأ الجميع بالتعود على الأجواء بالدوحة والاستمتاع بظروف الإقامة خاصة مع اقتراب الموعدين رغم أن الفريق سيدخل التاريخ بمشاركته في أول كأس سوبر إفريقي تلعب خارج إفريقيا وأول سوبر تونسي خارج تونس وذلك في ظرف أيام قليلة مونيرو سوني سيمونير سوني سيمونير
اكسبيرينس باهية نتصور نتصور ان شاء الله تكون تعدى تجربة ناجحة علاش ليه معناها باش نشوف عرس كروي باهي يصير في بلدان في اي بلاد معناها فيها دي تيران وفيها عباد معناها ملاعين ياسر بالكورة فيها برشا جمهور ترجي هوني دونك ما فماش علاش معناها نتصور فكرة باهية ان شاء الله معناها توفى بالكدا اكيد معناها اول مرة دي حاجة جديدة بالنسبة للكرة الافريقية علاش لا معنا حاجة بادرة باهية خلينا كما قلت انت نعرفوا معنا بالكرة الافريقية في اسيا وعلاش لا في اوروبا بالنسبة لنا معنا مالجري انه كنا نجمو نلعبوا في بلادنا وعدنا يعني حظ اوفر باش ننتصروا باللقب اما شفتها اللي هي حاجة باهية وحاجة شخصيا نشجع عليها ان شاء الله ما تكونش الاولى والاخرى ان شاء الله الحاجة الوحيدة الخايبة بالكش اللي ماذا بينا كنا نلعبوا في تونس أكيد باش يكون جمهور حاضر لهنا مش كيما تعرف في بلادك في تونس تصور تجربة باهية إن شاء الله ما تنجم تزيد تكون أحسن إلا بالتتويج إن شاء الله يا الله يا رينيو مش في الصعاب يا عثمان ثم كانت المجموعة على موعد مع حصة فيديو لمعاينة المنافس القادم حصص هامة وثمينة للغاية خاصة مع زحمة المباريات في وقت قصير للغاية على غرار هذا الأسبوع والذي سيشهد مواجهة ثلاث فرق مختلفة في ظرف أسبوع واحد أكيد نحن نعيش وكان بالفيديو معنا تعرف ما نلقاوش برشا وقت كل أشك فوا ونكملوا ماش ديريكت هذا كم شيء طي التاريخ نسيناه نتعديه اللي بعده بالطبيعة ستاف كامل نتفرجوا الخدمة هذه سبيساليتي سي عثمان النجار اللي قاعد يقوم بمجهود كل واحد في من موقعه ستاف تكنيك احنا كامل ومتكامل ما شاء الله فيه 8 افراد دونك متكاملين شوفوا الادفرسير نتفرجوا فيه برشا لي بوان فور لي بوان فيبل كيفاش نتعاملوا معاه طريقة لعب المنافس ومن بعد كرة ماهيش علم صحيح الكرة من بعد أهم حاجة أنك لجوج جي في 90 دقيقة هذيك لازمك تكون فيها أنت في التوب نيفو نتاعك شعر يكون فيها حاضرين بالكدا يا أحمد الفيديو تحول الفريق مباشرة إلى الملعب الذي سيحتضن المباراة الأولى ضد الرجاء المغربي ملعب الغرافة لإجراء حصته التدريبية الأخيرة قبل المواجهة اه
كذلك نال الملعب بأرضيته وتجهيزاته المتطورة رضا وفد الترجي الرياضي التونسي. بلدي حضر في كأس العالم ونال شرف معناها احتضان كأس العالم بالشروط اللي تحطها الفيفا، البلدان اللي معناها تشارك، حتى المشاركة فقط معناها الشروط اللي تحطها الفيفا. إذا كان الفيفا اعطت البلد كأس العالم فما نجموش نحكيه على انفراستركتور، وما نجموش نحكيه على إمكانيات، وما نجموش نحكيه على ظروف إقامة أو ظروف تدريب أو ظروف تنقل، فهي كلها معناها على أحسن ما يرام وكلها على أمثل وجه. هذا ما نشكوش فيه من اللي احنا جايين، فرحوا بينا الأخيان لهنا مشكورين. اللي شفناه وقفلنا مخنا، معناتنا نسافر بارتو في العالم، شفنا الملاعب الكل، يعطيهم صحة، قدموا بالقدا، تشوفوا الغازون مخك يغب، تشوفوا الانفراستركتور، تشوفوا الوتلة، تشوفوا اللوجيستيك نتاع كل شيء، معناتها توب، يعطيهم صحة، استقبال كان رائع، فرحوا بينا، كل شيء توب معناتها، ويعطيهم صحة في الخدمة اللي يخدموا فيها لبلادهم. المران الأخير للترجيين قبل مواجهة الرجاء مثل فرصة للإطار الفني للوقوف على مدى استعدادية وجاهزية المجموعة، وخاصة مع ظهور شبح الإصابات في الأشهر الأخيرة من الموسم وبسبب تتالي المواجهات. يوم المباراة ضد الرجاء كان التركيز على وجوه الجميع يعكس أهمية هذه المواجهة. كان الجميع يدرك أن الفريق المغربي ليس بالمنافس السهل رغم نتائجه القارية المتواضعة مؤخرا. فريق الرجاء كل موسم لديه مر بعديد من الصعوبات، خاصة من ناحية كأس الاتحاد الأفريقي. كنا طبعا شوية معناتها كانت النتائج نتاعو سلبية برشا، نتصور الفريق اللي يبدأ جاي عنده ما يخسر، هذاك الفريق اللي تخاف منه، وسطو الرجاء البيضاوي يحب يمنع معناتها الموسم نتاعو باللقب هذا باش يخليه يخدم أكثر حياة. كيف معناتها نتصور المدرب نتاعهم هو اللي كان يقري في النادي الأهلي، يمكن معناتها هو باش يحاول كما نقولوا نحن ينتقم معناتها كرويا من الترجي. ما تقدرش تجوجي هذه فينال. فينال تقدر تحدنا باب كثيرة، هذا الفينال هذه وين سي جواب 50% وين احنا ندخلوا نديروا واش لازم واش عندنا ندير. زين
شوف شو ليه تربي ما وسهلا إلى استاد تالي بن جسم في مدينة الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة ومجريات نهائي كأس السوبر الإفريقي لهذا الموسم لسنة 2019 بين الترجي والرجاء، واحد يترجى والآخر يرجو وكلاهما يسعيان لمعانقة السيدة كأس السوبر الإفريقية التي تلعب في هذه الأمسية بنكهة عربية على أرض عربية أيضا. جاء الكرة البينية، سعد بقير الكرة البعيدة، خليزي رقم كونتور، أي تسلل أم لا؟ الحكم قال لا وراح حتى لا. ما زالت الكرة مغربية، لا عن طريق سعد بقير، انطلق كرة خطيرة، يطلب الخليزي وراح، الخليزي وراح، الخليزي وراح، أي تسلل لا، يا 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 يا. حكم المباراة رفع الراية. خطيرة جول با 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 جول تهدف شباك الترجي وجول، يا سلام. طويلة في اتجاه الكنيسي وأنيس البدري ومحمد لهودي، قد لا تجدي نفعا. كرة خطيرة با 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 با
بدر بانون يا فلاوي يسجل جول. سوبر وهي المرة الثانية التي يتوج فيها الرجاء البيضاوي بكأس السوبر. تأثير الهزيمة فإنه كان على اللاعبين التركيز وبسرعة على المواجهة التالية ضد النادي الرياضي بنزرتي في السوبر التونسي، مباراة أخرى ولقب آخر يلعب على 90 دقيقة فقط. اللقب هذا يتلعب على مقابلة واحدة، اللي يكون حاضر في المقابلة ذيك هو باش يفوز، ما عندكش معناتها وقت باش تتدارك ولا حاجة. نتصور لازم نكونوا مركزين كل دقيقة كل ثانية في المقابلة بحسابها، لازم كل كرة معناتها نحاولوا نستفادوا منها، سيرتو ماك تعرف ماكش تكون 90 دقيقة أنت معناتها شاد اللعب وكل شيء، باش تجيك معناتها فترات صعيبة في المقابلة تاعك، لازم تعرف كيفاش تعديهم، كيف تجيك فترات القوة نتاعك لازم تستغلهم وتسجل أكثر أهداف باش يسهل عليك المقابلة. مرحبا بكم، هذه الدوحة من خلال استاد الدحيل هنا في استاد عبد الله بن خليفة، ومباراة مرتقبة، مباراة تجديد الذكريات التونسية هنا بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي البنزرتي على صعيد آخر في دار نهائي من أجل كأس السوبر. وهو التيتر بعد عامين في 39 من 80 سنة عن إتوال 4-1 في الكوب. نرجع للمباشر، مراوحة بين الإرث والماضي والتاريخ والحاضر، حلوة المراوغة والباس ممتاز الهدف الأول، 1-0 للترجي التونسي عن طريق البدري، البدري غاب ضربه في إفريقيا. وقدك وحتى خير منك بالتالي ما تسالش، بينما كرة خطيرة وغرست الانفلات وغرست الهدف الثاني وقدت السوبر بالثاني، الهدف الثاني بتاع جول ياسين الخميسي يؤمن ممكن على فوز ترجي بالسوبر بشكل مبكر. 16 دقيقة لعب، ردة فعل ممتازة للترجي التونسي، خروج من وسط الميدان، كورة يعرف فيها خميسي ويحط الكورة في الشبكة. وضربة جزاء لبنزرتي، ضربة جزاء للسي اف اي، خطأ فادح في وسط الدفاع. كيف ستكون القاضية لو يتصدى معز أو تعيد المباراة؟ وهدف، هدف من الدراجي، حليم الدراجي يسجل هدف رغم متابعة بن شريفية. هدف ممتاز، القمة وفية لتقاليدها، القمة وفية لعاداتها وأهدافها. ورسميا تنتهي مباراة القمة والسوبر التونسي، معين يخسر سوبر ويجيب الثاني، النتيجة 2-1 مثل مباراة الجمعة. يمكن برشا مكشخين كانوا يتمناو سيناريو عكسي، ما يهمش البنزرتي سوبر تونس والترجي السوبر الافريقي، ولكن هكذا هي كرة القدم، هكذا هي كرة القدم، يوم ليك يوم عليك مش كل يوم معاك. إذن الكاس الغالية، كاس الممتازة، كاس تونس الامتياز لفريق الترجي الرياضي التونسي، مبروك للترجي الرياضي، لقب جديد وكاس سوبر.
تونس. من ذكرياتي والبوم اسمه السوبر التونسي الذي يرجع للحياة بعد غياب السنين، بعد 18 عام من الغياب. ونتمنى الاستمرار أن يكون في مستهل كل سنة بهذا الحضور، بهذا التوهج، بهذه التغطية، بهذا التسويق لما فيه خير الكرة التونسية ورياضتها. الترجي فاز بالسوبر التونسي وأضافه إلى خزينة ألقابه في هذا الموسم المتميز، موسم المئوية. والجميع داخل النادي يدرك جيدا أنه محظوظ بالانتماء إلى هذا الفريق وفي هذا الموسم بالذات، ليكتب اسمه في تاريخ الأحمر والأصفر إلى الأبد. نجم تكون أنت مدرب ترجي وتتحصل على ألقاب في سنوات عادية، مش كما في موسم المئوية اللي الناس كل ما كان سوبرسيون والناس كل كان تحت ضغط رهيب، لأنه ترجي الرياضي التونسي فريق كبير من أكبر الفرق اللي في إفريقيا. موسم المئوية متاعه ما يزمش يتعدى مرور الكرام، الحمد لله. معنا نقوله اللي أنا جيت في آخر التيتروات اللي هزيناهم الكل وربحنا معناها تشامبيونز ليج، ما ننساوش معناها الاسبيرانس اللي هي شامبيون تيتر في الأفريق في تونسي وفي العرب زادة كيف فما مدربين كبار ساهموا في هذا واللي خدمت معاهم أنا بالطبيعة، من عمار صبيح وفوز بن زرتي خالد بن يحيى منذر الكبير، هذو من الناس خدمته وتعبت وضحات الحمد لله باش تشوف التتويجات هذه الكل موجودة فوق البوديوم في موسم المئوية، حاجة كبيرة. محظوظ برشا كما كنت قبيله نحكي لك، معناها برشا ملاعبيه كبار، برشا اسامي كبار تقمصوا مريول الترجي وما عندهمش الفرصه هذه. انا محظوظ ديجا اللي ننتمي للمجموعه هذه في المئويه، وخاصه كقائد فريق مسؤوليه كبيره، وان شاء الله واحد يكون قدها يعمل اللي عليه جمعيته باش ديما تكون في القمة وديما تكون في العلالي، والمئوية هذه ما تنجم تنجح كان بالألقاب. الحمد لله ربي تصيح الواحد محظوظ أنه لعب في الترجي وأنه يتسمى من أولاد الترجي. حاجة أخرى معنا الحمد لله يعني محظوظ أني رجعت نلقى جروب باهي برشا، نلقى معنا إفكتيف ريش كي تشوفهم تنجم تتصور أنك تهز تشامبيونز ليج. الحمد لله رجوع الواحد كان رجوع به وتزامن مع المئوية ومع البطولة المحلية وبطولة افريقيا. هكذا انتهت رحلة الدوحة للترجي الرياضي التونسي، لقب من مجموعة اثنين نراهن عليهم ابناء الشعباني في ظرف اسبوع بالعاصمة القطرية، لينطلق الفريق نحو اهداف والقاب اخرى يضيفها لسجله في موسم ليس كبقية المواسم.
الموسم رقم 100 في تاريخ شيخ الأندية التونسية.